أخبار اليوم. معالي السيد الوزير شريف فتحي وزير الطيران، السيد جو باسن سفير المملكة المتحدة، السيد مارك رئيس شركة الاستيراد. اسمحوا لي في بداية كلمتي إني أتوجه بعميق شكري وخالص امتناني للسيد وزير الطيران على الدعم الكامل منذ البدء في مباحثات إنشاء الشركة الوطنية فالكون. والحقيقة لما بنتكلم على شركة أمن خاصة تتولى المطارات، إحنا بنتكلم باللغة بتاعت العالم. كل مطارات العالم اللي موجود فيها شركات أمن خاصة. في فرق بين الإجراءات الأمنية وبين التأمين. النهاردة المخاطر اللي بتحيط بالعالم كله، المخاطر الإرهابية في كل دول العالم، بتحتم إن إحنا نفرغ رجال الشرطة ورجال الأمن لمهمهم الخاصة في التأمين، في مكافحة الجريمة. وعشان كده الحقيقة يمكن لما أول لقاء ليا مع معالي الوزير قال كلمة وحفضل حاططها الحقيقة حلقة في فيلم طويل حياتي، قال إحنا لما بنعمل الكلام ده مش بنعمله عشان خاطر في توصيات معينة أو عشان خاطر نرجع صورة معينة، إحنا بنعمله عشان إحنا بنعمل الصح، عشان إحنا بنتكلم بلغة العالم. بنعمل ده عشان احنا شايفينه انه صح من وجهة نظرنا. لما بنتكلم النهاردة على امن المطارات، كل دولة من دول العالم فيها كل المواطنين من كل الدول. يعني لو جينا نتكلم على انجلترا هنلاقي فيها العديد من المصريين، الاتحاد الاوروبي فيه العديد من المصريين، والعكس صحيح. فبالتالي امن اي دولة وسلامة مواطنيها هي من امننا، والعكس صحيح. امن اي دولة اوروبية او امن المملكة المتحدة او هو من امان مصر. الحقيقة يمكن مصر بتدفع الضريبة، بتدفع الفاتورة نيابة عن العالم في مكافحة الارهاب. والنهاردة لما بنيجي نقول مكافحة الارهاب، ما شفناش حد في الدنيا ابدا بيعاقب المبني عليه. ولكن مكافحة الارهاب لازم كلنا نتفق، وده اللي احنا شايفينه النهاردة شراكة ما بين الجانب المصري على مستوى القطاع الخاص والجانب الانجليزي مش بس على مستوى الحكومات. مفهوم الامن القومي من اي دوله هو تضافر كل جهود المجتمع. والنهارده اكبر مثال ان احنا بنشوف مولد شركه جديده، الشركه الوطنيه فالكون، بمساهمات بعض الجهات الحكوميه مع القطاع الخاص. ويمكن كان هدف لينا او استراتيجيتنا في بدايه فالكون ان احنا نكون بنتكلم باحدث لغه في العالم. وعشان كده اتجهنا لاكبر شركه موجوده في الولايات المتحده للتدريب على امن المطارات وعلى تفتيش الركاب والحقائب. الحقيقه الشركه النهارده مش بتقدم لنا بس التدريب، احنا النهارده وقعنا 3 عقود. عقد الاول اللي هو تدريب افراد الامن في الشركه الجديده على كيفيه تفتيش الركاب والحقائب. العقد الثاني والحقيقه هو ده الاهم، العقد الثاني اللي هو استشاري لينا ان هو دايما يشوف الجوده بتاعتنا بنطبق المعايير العالميه ولا لا، بنطبق البرامج التدريبيه المعتمده من الايكاو او الاتحاد الاوروبي ولا لا. العقد الثالث هو اتفاقيه على البدء في انشاء معهد تدريبي مشترك في جمهوريه مصر العربيه للتدريب لامن المطارات.